مسيطرة بالاستوديو، المصنع مسيطرة. شيف، هاي الطماطية الفوق والبصل، البصل كرملته بالمي مال حمص اللحم بالأخير، هو الطماطية. نعم، البطاطا بها قوة. يعني أنت جوز ما ماخذة ثكنس واحد. أول ملاحظة أنطيك إياها كبرزنتيشن، إذا اختاريت هاي الكمية لازم الصحن يكون أكبر. يعني أنا كزبون هسه شرح لازم نصه بالطاولة، أوكي؟ فإذا نفس الطبق تختارين لازم الكبسة مالتك تكون أصغر. إذا هذه الكبسة نفسها لازم الطبق يكون أكبر. هاي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، استواء البطاطا لازم تخليه على راحته. اللحم ما عندنا مشكلة به، كلش حلو، بس لو مطيتني بنكهة بعد أكثر. شمس، أنا متأكد 100% أول ما أشوف كأنك كشيف حيدر، أول ما أشوف اللحمة هي ما بها أي نكهة. اللحمة ما بها نكهة. والتمن المعجون أكثر بكثير من المطلوب. شمس، لما أروح بمطعم أشيل أول خاشوقة ما يطلع لي قالب كيف، حتى لو كان له وقت أنت ما تأخرتي أكثر من 5 دقائق صار لنا أو 10 دقائق، فلما أجي أنا آخذ ما يطلع هذا القالب الكامل، والمي عندنا هواي بالتمن، واللون مال التمن هم صار أسود. أنا دا أشوف محمد أخذ منه من النص، ما حاب يحكي على التمن، ف اللون مال التمن هم صار اسود من وراء البهارات البيت. فشوف هسه هاي القطعه من اجي انا اخذ بعد قطعه ثانيه كلها متكتب بعد. شوفي حتى من اجي انا اذا حسوي بكبسه ما اضغط عليه هوايه حتى ينكبس عندي بهاي الطريقه. تمام؟ انا مو استعجلت بس كان المفروض انتبه اكثر على الحجم، يعني كان المفروض انتبه اكثر ويكون وكان المفروض اخلي ببالي انه البوتيتا او البطاطا يرادلها لازم تكون شويه يعني ما بيها قساوه، فاكيد هذا الشيء راح يظل ببالي وما راح اكرره ان شاء الله بالاختبارات الجايه في حال احتاجت الوصفه انه تكون البطاطا طريه.